عثرت ربة منزل بمحافظة الدقهلية على جثة زوجها ملقاة داخل جراج منزلهما بجوار سيارته ويرتدي ملابسه الداخلية، وكذلك جثة خادمتها داخل السيارة ترتدي بيجامة بمنطقة مدينة مبارك بالمنصورة، وذلك بعد تغيبهما عن المنزل، حيث تلقى اللواء مروان حبيب مدير أمن الدقهلية إخبارا يفيد بورود بلاغ من ربة منزل بالعثور على جثتي زوجها والخادمة داخل جراج أسفل منزلها بمنطقة مدينة مبارك. انتقل الضباط مباحث قسم أول المنصورة لمكان البلاغ، وبالفحص تبين أن الجراج بالطابق الأرضي على مساحة 10 متر تقريبا، بعقار مكون من 5 طوابق، ووجود جثتي كل من شخص سن 31 سنة مندوب أدوية ومقيم بمدينة مبارك مسجى على جانبه الأيمن بأرضية الجراج بجوار سيارته ويرتدي ملابسه الداخلية اللي هو الزوج. وأيضا عثروا على فتاة 38 سنة حاصلة على معهد فني تجاري ومقيمة بطلخة اللي هي الخدامة، جالسة بالكنبة الخلفية للسيارة وترتدي بيجامة منزلية ولا يوجد بهما أي إصابات ظاهرية، كما تبين وجود كل من متعلقاتهما الشخصية. وبسؤال زوجة المتوفى اللي هي عندها 32 سنة ربة منزل ومقيمة بذات العنوان، فقررت بغياب زوجها وأثناء تفقدها سيارته المتوقفة في الجراج تفاجأت بالواقعة، وأضافت أن المتوفى تعمل خادمة لديها بالمنزل ولم تتهم أحدا بالتسبب في ذلك. وبسؤال شقيق المتوفى عمره 42 سنة ومقيم بطلخة، قرر بورود اتصال هاتفي له من شخص يفيد بوفاة شقيقته، وأضاف أنها متغيبة عن المنزل ولم يتهم أحدا بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة. والخبر ده هو كان بتاريخ 14/8/2022. ومن ناحية أخرى، نشب حريق هائل ظهر اليوم الثلاثاء 16/8/2022 في كنيسة الأنبا بشوي بمدينة المنيا الجديدة جنوبي العاصمة المصرية القاهرة، ولم يتم الإبلاغ عن إصابات وخسائر بشرية. وكشف الأنبا ديوسكوروس أسقف كنيسة الأنبا بشوي أن الحريق دمر محتويات الكنيسة بالدور الأرضي بالكامل، مشيرا لعدم وقوع إصابات بشرية في الحادث. وقال مصدر أمني أنه تم تبليغ الأجهزة الأمنية من مسؤولي كنيسة الأنبا بشوي بالمنيا بتصاعد أدخنة وحريق بإحدى القاعات المغلقة بالكنيسة، وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية وتمكنت من السيطرة على الحريق وإخماده دون وقوع أي خسائر في الأرواح. وتبين أن الحريق نشب بسقف القاعة غير المستخدمة، وبسؤال مسؤولي الكنيسة وشهود الواقعة أكدوا أن الحريق نتج عن ماس كهربائي وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية. على فكرة كان في كرنفال في الكنيسة، كان في حوالي 250 طفل، ولكن الحمد لله الحريق بدأ بعد ما خرجوا من الكنيسة مباشرة بحوالي نص ساعة. ربنا ستر. مش عارف أنا الناس بيحب الأطفال ولا إيه. ومن ناحية أخرى، كشفت مها أبو بكر محامية أسرة المذيعة شيماء جمال عن رد فعل والدتها بعد إبلاغها بحكم إحالة القاضي وشريكه للمفتي لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما اليوم، وقالت إن عائلة المجني عليها لم يحضرا جلسة اليوم، وفور إبلاغهم بالحكم أمها زغرطت في التليفون. وقضت محكمة جنايات الجيزة اليوم الثلاثاء 16 أغسطس 2022 بإحالة أوراق المتهمين،
المحبوسين احتياطيا في قضية اتهامهما بارتكاب جريمة قتل الإعلامية شيماء جمال عمدا، مع سبق الإصرار لفضيلة المفتي لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهما وتحديد جلسة 11 سبتمبر للنطق بالحكم. كان المستشار حماد الصاوي النائب العام قد أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات التي باشرتها النيابة العامة، حيث أظهرت التحقيقات أن المتهم الأول اللي هو زوج المجني عليها الإعلامية شيماء جمال أضمر التخلص منها إزاء تهديدها له بإفشاء أسرارهما ومساومته على الكتمان بطلبها مبالغ مالية منه، فعرض على المتهم الثاني معاونته في قتلها، وقبل الأخير نظير مبلغ مالي وعده المتهم الأول به. وتبين من التحقيقات أن المتهمين عقدا العزم وبيت النية على إزهاق روح الإعلامية شيماء جمال، ووضع لذلك مخططا اتفق فيه على استئجار مزرعة نائية لقتلها بها وإخفاء جثمانها بقبر يحفرانه فيها. وأشارت النيابة إلى أن المتهمين اشتريا أدوات لحفر القبر وأعد مسدسا وقطع قماشية لإحكام قتل المجني عليها وشل مقاومتها وسلاسل وقيودا حديدية لنقل الجثمان إلى القبر بعد قتلها ومادة حارقة لتشويه معالمه قبل دفنه. وأظهرت التحقيقات أنه في اليوم الذي حددها لتنفيذ مخططهما استدرجها المتهم الأول للمزرعة بدعوى معاينتها لشرائها، بينما كان المتهم الثاني في انتظاره كمخططهما، ولما ظفر هناك بها باغتها المتهم الأول بضربات على رأسها بمقبض المسدس فأفقدها اتزانها وأسقطها أرضا وجسم مطبقا عليها بيديه وبالقطعة القماشية حتى كتم أنفاسها، بينما أمسك الثاني بها لشل مقاومتها قاصدين إزهاق روحها حتى أيقن وفاتها، محدثين بها الإصابات الموصوفة في تقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها، ثم غلى جثمانها بالقيود والسلاسل وطرحها في القبر الذي أعداه وسكب عليه المادة الحارقة لتشويه معالم الجثة. الله يرحمه.